جميل خليك شاهد من هنا لهناك أحلى مشاهد. يا ليلي يا ليلي خليك شاهد من هنا لهناك أحلى مشاهد. حشدنا حشدنا الشاشة فرح كده زي ما تحب أنت تشاهد كده حب غنى وكده حب مرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. يا زكي ولما أرجي الأفراح وعشان ترتاح في عالم صار أهون إحنا حشدنا الشاشة فرح كده زي ما تحب أنت تشاهد كده حب غنى وكده حب مرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. بتصفو لك روحي بتصفو لك روحي نعيش في عالم ما هو دنيا الناس أفضلك بوحي بفضلك بوحي ومن جديد نسالم يسير الإحساس. انت تسغالي لما جسيرتي كم بكت عينيك لما جسيرتي كم بكت عينيك انشغل بالي بالي انشغل بالي. بتصفو لك روحي بتصفو لك روحي ونعيش في عالم ما هو دنيا الناس أفضلك بوحي بفضلك بوحي ومن جديد نسال ويصير الإحسان. تسغالي انت انت تسغالي لما جسيرتي كم بكت عينيك لما جسيرتي كم بكت عينيك انشغل بالي بالي انشغل بالي. بتصفو لك روحي بتصفو لك روحي حين اعيش في عالم ما هو دنيا الناس أفضلك بوحي بفضلك بوحي ومن جديد نسال يسير الإحسان. أيوة راجي رد منك أما أحوالي أنت داريها أما أحوالي أنت داريها ما بتغيب عنك أنت ما بتغيب عنك. بتصفو لك روحي بتصفو لك روحي حين أعيش في عالم ما هو دنيا الناس أفضلك بوحي
لك بوحي ومن جديد نسى عالم يسكر الإحساس. أصفى لك روحي بتصفى لك روحي ونعيش في عالم ما هو دنيا الناس. أفضلك بوحي بفضلك بوحي ومن جديد نسى عالم يصير الإحساس. وكان الساعة تمام الحوجة وشوقنا الساف جواي متربع وحتى الثانية سنين مشرورة وعين في حرقة نوح الدمع. وكان تيرابنا حصاد المافي لهفة تفيض في زول متوجع لا تلاقينا ولا تفارقنا ولسه سراب اللغية بيودع. كان توقيتنا خيال وخيال وحزنا فردي دفق متطوع وبقت الساعة الرمق الآخر وموتت ميت وحالني فزع وشلت الشيلة وآه من ويلو طول الأسفل فينا مكوع. كانت فجأة في أطول ليلة فيها زفير الآه يبدع مما جات الساعة حقيقة. دام الصبر الأزمة نشرع قال نستنى القدر القادم يمكن بصدمات يشفع ومرقت صرخة لونا عذري تشكل وجع الدام متنوع. وكم مكسور من خاطرك خاطرك ومطرت جرحك صاب تروع فاكر وفاكرك وعد الغربة وكت خطواتك ليك بترجع يا مصروع بهاجس العزلة دافر حزنك فيك متفرع دوام تتخبط بين حسراتك كايس ذاتك ولسه حاتل وكيف حتقلع ونزف الروح الفيك يوماتي بصمة فقرا عطش ويجوع. وكم هتاك في عمقك صبرك وتغرس عشمك وفيك بقلع زمنك مات من قبل الساعة العزة الأنفة وفيك زلزال لجوفك يصدع وين البسمة خريف اللقية. وساكنك هم من كم يضيع وأفلت نجمة وكان زي حلمة من كاسات الفرقة جرع يا مغمور بالدمعة القاسية بشارة بختك فاتت ناسية ليك بتزعزع تهمس ليك الحيرة مدينة توجد في جواك كمينة يا مكسور بين بؤس مولع لمتين فاني وإيه جابرك تظل متكول في رهاب متوزع. وحتى الفال جواك تغلص بين أنات في الجوف تتمدد وليك بتزعزع من ميلادك شمسك غايبة وعارضك لحسراتك يشجع. وكيف الغمدة ونام في جفونك سهر الخايف ليلا زايف طال متسكع واصل موتك وأوعى يفوتك باقي الليل شان صبح بلوع. وضيع في غارك وامشي ودارك واشلاء حلمك كيف حترجع ولسه الساعة تمام الدمعة وشيتا شين في الجوف متربع وحتى الثانية سنين مشرورة وعين في حرقة نوح الدمع. وكان تيرابنا حصاد الذكرى لهفة تفيض في زول متوجع لا تلاقينا ولا تفارقنا ولسه سراب اللقيا بيودع. يا استاذ والله بصراحه كده ما بقدر اجازف مجازفه زي ما بتقدر ليه ما بقدر يا اخي برنامج ده دي سمعته يا استاذ يا اخي يا اخي لا ما عرفت انا تعبان كيف اظن يا اخي ما بقدر تضجرني يا استاذ احنا استضفنا كبار الفنانين في الوطن ما ممكن تجيب لي زول انا ما بعرفه ما سمعته بغني قبل كده ما شفت ذات الشكل ده ما بعرفه انا سمعته يا اخي سمعته والله انا ده خلاص اقول لك حاجه تستضيفني انت انا لا استضيف لا ارجوك لا ارجوك لا شو كفايه كفايه يا استاذ يا استاذ انا برضه عندي سمعتي قاعده خاب عليها يا استاذ
وانا ده ارحل؟ لا انا ارحل من الحياه. ما بجازف مجازفه زيد والله. ها؟ ما بجازف. ده بغني لي بيغني لي بالحيطه. يا استاذ انا برنامجي بيطلع بالحيطه بيغني لي. تخيل يا استاذ. تخيل يا استاذ انا برنامجي ده انت سمعه يا استاذ. انا عملت سمعه لبرنامجي يا استاذ. ما بستضيفني زول ما بعرفه يا استاذ يا اخي. انا بعرفه انت. بعرفه يا اخي. بعرفه انا كمان. استضيفه استضيفه انت. انت زاد برنامجي انت والله عندك صوت والله. انت بسمع معي قبل روح اسمع انت والله. استضيفه انت. اسمع يا سيدي. باي. الزول ده هتستضيفه من انت يعني هتستضيفه انت. لا لا ما ممكن يا اي مجازف انا جازف عليكم يا ما حتى مش عارف تستضيف يا استاذ. يا استاذ ما عليكم يا استاذ. يا اخي بالراحه 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 يا استاذ بالراحه. تعرف ايه لما نهيت تستضيف؟ خلاص خلاص ما نهيت ما نهيت تستضيف خلاص عليك. بس قطعوا لي براي وقطعوا لي براي يعني صورونا هنا وهنا عندك الله عشان امشي. بمشي عليك. بمشي امشي بمشي امشي بمشي يا اخي بمشي. لا ما مو خلاص احنا ناجلها. خلاص 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 ماشي يا اخي ماشي. أخيرا حارتاح. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرائع استضافات فنية. استضافات فنية هذه الأمسية بنستضيف أحد الفنانين الرموز الشباب اللي أسهموا إسهامات مرموقة في تجربة الغناء غناء الشباب. الألا هو الفنان حسين كركبة. مرحبا بك أستاذ حسين. أنت ضيف عزيز علينا الليلة في برنامجنا ده. وكما عودناكم دائما في استضافتنا للنجوم والوجوه الجميلة التي تضيف للساحة الفنية، المرة دي معنا حسن كركبة. مرحبا بك أستاذ حسن. الله يخليك. الله ما في مشكلة. ها؟ كيف؟ الحمد لله. شفت يعني أنا والله سعيد فرحان شديد بأنه يعني أنتوا جيتونا في التلفزيون. انت عرفنا يعني اشرف ده جيراننا استاذ حسن. اشرف بيقول قاعد يقول لك استضيف. انت قلت له انا استضيف ده. لا لا ده جيراننا من الحيط وعارف غني لبن لبن النهار استاذ صباح صديق كل سنه استاذ حسن. ايه احنا عايزينك تتكلم لنا في البدايه. انا استاذ جمالي جوا في الصوره استاذ. هي تكلم لنا في البدايه عن بداياتك الفنيه. انا والله حقيقه ما بديت لسه. تواضع 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 والله. لكن شفت يعني ببدا من خلالكم. ها؟ ببدا من خلالكم لان انا هسه على الهواء يعني الناس شايفيني كلهم شايفيني. شكرا لك والله يا اخي. احنا يعني احنا نعتبر ده تواضع منك. لا لا استاذ حسن ان تجربته مرموقه جدا ومشهوده من غير لا 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 استاذ. ونحن الليله عايزين نتكلم عن استاذ حسن. الشعر بتعامل معهم من انا والله ما حق ما عندي شعر بتعامل معهم. انا مثلا شفتها عندي والجيران ملاك عبد السلام. عبد السلام بس ما عندي شغله. بس انا قلت له اكتب لي شعر. لا لا استاذ استاذ عشان بدل ما ينفسه اكيد احسن اكتب لي شعر اكل عيش. استاذ هو اكيد بيتكلم عن استاذ شو انا اكل عيش لكن انا بسمكره يعني انا بسمكره وبغنيه بعد هيك غالي. نعم نعم. طيب ملحنين ضربين تلفون. لا لا هو طبعا بيتمرن يروح الدعابه يعني. ده انا بالمزيد على اليوم بالليل يوم الخميس. لا 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 المشاهدين كمان كمان شايفين بالظبط انك اشوفهم يا استاذ. انا نسيت ما اوضح لكم انه الاستاذ بيتمتع بروح الدعابه طبعا. دعابه شديد وهو يعني بحب الهزار اكثر من الجديه عشان كده دائما بيحاول يكسر روتين الحلقه الجاد ده بمش الهزار والسلام. والان نحن بنسال قول لنا ابيات شعر اسرتك غنيتها انت. انا والله ما قاعد اغني شعر. يعني انا يعني بغني كلام يعني كلام قاعد اقول لي عبد السلام ده كلام عبد السلام شعر بقول قوالب بغنيه وشفتها بغنيه على الهواء قوالب بعنايه. انت ما صور الكاميرات دي بتعمل كده ليه؟ لا عادي عادي عادي. انت عارف انه استضافتنا دي على الهواء مش كده؟ ايس اسمع يعني مباشر كده احنا يعني انا محظوظ انه انا قاعد جنبك هنا في استوديو واحد على الهواء يعني. فارجو اني اقدر اكون مركز واقدر اضبط نفسي يعني. جاي استاذ حسن. اغاني زمان واغاني هسه. الفيلم والله طبعا يعني اغاني زمان واغاني هسه. انا ما قال لي بيقولوا الكلام ده. لا 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 قال لي بس
خلينا نغني يا هناي انت ليه هاي بقى هتغني يا ناس بيقطع يا ناس بيقطع يا سلام احلى مره كهرباء من المقلاه 2 كيلو عندنا هنا وقتك تعالى طب عندنا في البيت ما بيقطع عندنا وقتك تعالى جيرو من الجيران جيرو من الجيران يا استاذ يا استاذ احنا في استضافه دي احنا عايزين نطلع كل يعني الخبايا بتاعت الاستاذ حسن جوطه ولا حسن كركبه حسن كركبه ما برضو انت يعني سؤال البدايه الفنيه ده انت تجاوزته لنا بمراحل اصلا البدايه الفنيه هي انصهار حقيقي للبيئه اللي تربى فيها الفنان للتكوين النفسي بتاع الفنان لسيكولوجيه التعامل مع المجتمع داخل الفنان نفسه يعني ادينا ورينا الابعاد الاخرى لشخصيه حسن كركبه يعني لانه حسن كركبه في الاساس هو فنان بس ما تدي فرق ليش فنان قدر يصل يعني فحاول ادينا خلفيه عن يعني ايوه خلفيه هاي والله شفت ترى وريها حاجه انا اصلا فنان بغني يعني بغني من زمان او يتكلم لنا عن سيكولوجيه الغناء الحديث سيكولوجيه الغناء الحديث اي وين في اي في زمننا ده يعني زمننا ده كيف يعني انا شايف انه نطلع فاصل لا ما طلع راسي يا راجل ما طلع راسي لا صدق ما قدر يرجع ما قدر يرجع ما طلع راسي والله اشرف ما طلع راسي ما قدر يرجع ما قدر يرجع اوكي خليه يقرر ما 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 طلع الفاصل هذا هو شواغ لانه يغني طبعا شواغ واحنا اصلا في الاساس قصدنا انه نستضيف في اللحظات دي لانه احنا يعني الكلام بقى يا استاذ حتغني لكن انا شايف انه اعزائي المستمعين عشان الناس يكون في يعني اغني؟ لا انا شايف الاغنيه دي يكون في جزء ثاني من الحلقه لا 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 خلينا اغني انا كده خلينا اغني كويس انا كده خلينا اغني اغني؟ اوكي اغني؟ اغني اغنيه شنو؟ لا لا ها؟ اغنيه شنو؟ اي الاغنيه اللي بتحبها انت الهرة لا انا بقى الهرة الهرة يا دوري اذا كده ما بتسمع انا كده الهرة لا 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 اكيد اغنيه سامحة الحمد لله لا انا مايك اساس انا ما بشتغل مايك انا بشتغل سايق غير ما كان صوتي ده قاعد يشتغل انت بكون شغال في الديوم بيسمعوني في مبدا انا ما عندي مشكله لا 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 شوي بس صبع علينا ان لا 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 حاجة من الحاجات اللي حصلت لنا أتذكر في الإذاعة السودانية يعني أتذكر مرة كان عندنا فترة إخبارية وكنا حنقراها نحن أنا ومعايا الأستاذ محسن سيف الدين والأستاذ عبد الرحمن أحمد والأستاذ الراحل كمال محمد الطيب الله يرحمه فدخلنا للأستوديو شايلين معانا الأخبار كل واحد كان عنده جزئية منها واحد عنده الأخبار العالمية واحد الأخبار الداخلية واحد عنده الربط وكذا فأتذكر ونحن خاشين على الأستوديو المهندس قال يا جماعة والله لسؤال حصل إرسال قطع لأنه في عطل في جهاز الإرسال الإذاعي فما في أخبار هتطلع فدخلنا للاستوديو محاسن قالت يا إخواننا حقوقنا نقرأ ما يهمنا كان طالع الإذاعة ولا ما طالع عبد الرحمن قال لا نقرأ في شنو ما دام ربنا ريحنا من الحكاية دي ما في داعي نقرأ أخبار فبيجينا ما بين الرأيين ديل أنا ما أديت رأي في الحكاية قلت بيمشوا على الزملاء بعملوا فعبد الرحمن قال أصلا ما نقرأ ومحاسن أصرت فلأنه ما في إذاعة طالعة على الهواء محاسن بدأت تقرأ في الكلام عبد الرحمن دي يعمل في حركات مضحكة جدا كان ويشيد الورقة منها مرات كده يرمي عليك وبعد شوية يقول له في كلام بطريقة مضحكة جدا كانت على أنه طبعا الكلام يعني هو كان محلي عندنا في داخل الغرفة فقط فنفاجأ بعد دقائق يجي مراقب الإذاعة يا أخواننا ده شنو الهبل اللي بتعملوا فيه ودية يا العبث دية ويا المشاكل الله مشاكل إيه قال ده كلام شنو بتعملوا فيه دية والناس بتضحك وتتلاعب فقلنا لأنه ما في إذاعة قال كيف ما في إذاعة أنا سامعها قال في الراديو بتاع المدير فوق فأعصابنا بعضك جدا كيف برادي المدير ثبت انه في واحد مهندس وكان واقف العطل ضي يراقبه ومجرد ما تعطلت واعلن عن تعطله سعى كل المساعي انه يطلع النشر على الهواء لازم فصلح الاذاعه وده كله مرق على الهواء فكانت يعني من المواقف المحرجه جدا
حبي ومضاميني رغم على الايام لا قابل تلاقيني بسال عليك دوام للأيام لا قابل تلاقيني بسأل عليك دوام يا حبيب روحي كيف ما خليني يصبح حزاك نوحي طرحل تجافيني تطرد طيور دوحي وعد بساتيني يا كلمة في بوحي ليه انت ساليني بسأل عليك دوام انا يا حبيب قلبي همك مقاسيني ساكن قصاد دربي في لحظة توحيني يشهد علي ربي واطيها نربيني ارحمني احبي من حنك اديني بسأل عليك دوام وناسيني لو زي يوم لاقيت بالله وريني يا ما وراك بكيت الا وعدتك فيني بسأل عليك دوام بمضاميني رغمن على الايام لا كنت لاقيني بسأل عليك دوام حاكم علي بالهم زارف دموعيني ما كفى جبت الغم في قيد زاجيني انا بيك بتألم بس مين يواسيني يا حبي لو تعلم طيفك مزازيني بسأل عليك دوام رغم علي بسرح في باحة تشقيني ببين اشوف الفرح حزنك ما بكيني يا حبي لو تسمح جايك تصافيني بسأل عليك دوام قلبا عليك يزود بشوق يكويني كان ظن يا محبوب انك بتحميني ليه شوقك المحصوب قلب موازيني بسأل عليك دوام بمضاميني رغم ان على الايام لا بد تلاقيني بسأل عليك دوام لا بد تلاقيني بسأل عليك دوام لا بد تلاقيني اهو نحنا حشدنا الشاشة فرح كده زي ما تحب انت تشاهد كده حب غنى وكده حب مرح كده زي ما تحب انت تشاهد